مأمور به إلا إذا علم أن المأمور متلبس بضده لا به. هو لما يقول له اخرج وهو قاعد مش معقول اكتب وهو بيكتب، لا، يبقى اذا هو عارف ان هو متلبس بضد المأمور به، فهو لما يأمره بذلك المطلوب يبقى عارف انه كان متلبس بغيره، يبقى اذا متصوره ولا لا؟ بس تصور اجمال، وان كان غافلا عن تفصيله. وهذا هو المراد من قولنا الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. شيل اللي فوق وشيل لأن الآمر لا يطلب الفعل المأمور به، لأن الآمر ده تعليل لإيه؟ متصورا له إجمالا. لأن الآمر لا يطلب الفعل المأمور به إلا إذا علم أن المأمور متلبس بضده لا به، وإلا لو كان متلبس به يبقى تحصيل حاصل، أمر بتحصيل حاصل وتحصيل حاصل باطل. اقعد وهو قاعد يرد عليه على طول يقول أنا قاعد أهو، وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو باطل. وإذا كان الحال كذلك لزم أن يكون الآمر متعقلا للضد وليس غافلا عنه. هذا من الدليل بتاعه الأولاني. وعلاوة على ذلك أو الصد، وعلاوة على ذلك فإنا لو أخذنا في اعتبارنا أن الآمر هو الله سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم في كلام مين؟ طبق الفروع على الأصول ولا لا؟ ماذا كل المين؟ لله سبحانه. هو يتصور أن ربنا غافل عن الأضداد؟ لا طبعا ما يتصورش. يعني دي تعلية في الرد. بقول له حيلك الكلام ده في بني آدم، الكلام ده في بني آدم صحيح، تقدر تقول انه غافل عن الضد ومش عارف الضد ولا حكم الضد ولا غيره ولا يعرف الأضداد هي ايه. الكلام ده في مين؟ في كلام الإنسان. أما في كلام ربنا حد يقدر يقول انه غافل عن حاجة؟ وعلاوة على ذلك فإنا لو أخذنا في اعتبارنا أن الآمر هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ما تصورنا غفلته. لو أخذنا ما تصورنا، إذا ما تصورنا جواب إيه؟ لو غفلته عن ضد المأمور به لا جملة ولا تفصيلا. نعم. واضح الكلام ده؟ نعم. الثاني الدليل الثاني، مش الدليل الرد الثاني، الرد الثاني على الجواب الاول، على الدليل الاول. الثاني ان هذا الدليل منقوض بوجوب المقدمة. قالوا ان الخطاب الدال على ايجاب الشيء يدل على ايجاب ما يتوقف عليه
أن الآمر بالشيء يأمر به وهو غافل عما يتوقف عليه، وحينئذ يكون قد حكم على المقدمة بالوجوب وهو غير متصور لها. فما هو جوابكم هنا يكون جوابا لنا هنا. هناك يكون جوابا لنا هنا. ايه الحكاية؟ قال الامر بالشيء امر بما يتوقف عليه وجوده. عارفين دي؟ الامر بالشيء امر بالمقدمة. الامر بالمقدمة يا فلان احضر لي حمصا من طنطا، يبقى الامر باحضار الحمص امر بالسفر الى طنطا والاتيان به كده. والامر بطلب الحمص قد يكون غافلا عن السفر وما يتكلفه السفر، ومع ذلك قلت الامر بالشيء امر بما يتوقف عليه وجوده. فاللي تجاوبوا به هنا نجاوب به عندنا احنا اخرين هنا. ماشي؟ لما علينا في الرب وقلنا ان كون الامر والله سبحانه وتعالى هو لا يغضب عن يمين شيء في ارض السماء، مش المفروض التعليق ده يغني عن الجواب الثاني ده؟ لكن هو العلم ما بينتهيش الى امل، ما بينتهيش. وحينئذ يكون قد حكم على المقدمة بالوجوب وهو غير ما حكم وهو غير متصور لها. فما هو جوابكم هناك في باب المقدمة بالشيء يكون جوابا لنا هنا. وعن الدليل الثاني، عن الدليل الثاني اللي هو بيقول له ايه، لو قلنا ان الامر بالشيء امر بضده او مستلزم للامر بضده يؤدي الى اخراج هذه الاشياء عن حقائقها. نعم. وعن الدليل الثاني بانه لا مانع من خروج المباحات بل الواجبات المضاده للمامور به عن خروج عن ايه؟ عن كونها مباحه او واجبه